أعداد مهمة من المسافرين يتخذون حافلات النقل العمومي وسيلة للتنقل والسفر حماية لأرواح هؤلاء. عملية تحسيس وتوعية تشمل 13 محطة طرقية في مدن مختلفة وتستهدف أساسا المهنيين. النموذج من مدينة تطوان. من أجل توعية السائقين المهنيين وتوعية أيضا المسافرين في إطار مقاربة تمينية، بحيث أنه كنحسوا السائقين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، يعني كنذكروهم أيضا بالإيجابيات المرتبطة بتبني سلوكات سليمة في المجال الطرقي. وهذا الإطار كنذكروا بالمسابقة اللي أعلنت عليها اللجنة السنة الماضية واللي سيتم إعادة تنظيمها خلال السنة المقبلة، الخاصية باختيار أحسن سائق مهني فئة النقل العمومي للمسافرين. ويستفيد السائقون المهنيون من عملية تحسيس ودورة تكوينية إجبارية يتم الخضوع لها سنويا، وكلما يتم تجديد بطاقة السائق المهني. التكوين كيزيد لنا نصائح وكيزيد لنا فهمتي كيزيدوا لنا التطورات في هذا الشيء ديال السياقه. دابا عاود لي رجع كما كنقولوا حنا باللغه ديالنا، السياقه عاود ولات موضه. بحال دابا غنقولوا حنا الشغل ديال الديباناج الميكانيك، هذه الا كان كاين واحد الحاجه اللي غتقدر ديباني بها راسك في الطريق، وكاين واحد الحاجه اللي ما يمكنش ديباني بها راسك في الطريق. ويعني فهمتي واللي ما عندوش شي تجربه عاود في السياقه في الثلج ولا في هذه عاود كيزيدوا له زعما المعلومات. ضمان التنقل الآمن للمسافرين أثناء العطل الصيفية يبقى أهم هدف للتواصل والتحسيس داخل الأروقة المخصصة لذلك في المحطات الطرقية، تذكيرا للسائقين بمسؤولياتهم التي يجب الالتزام بها أثناء السفر.